السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنقول دائما نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله جينا نصيبوه مع بعضياتنا الفلون، يعني الكريم كراميل، الفلون اللي كيطيب في الفرن، وغنصايبوه بواحد المكون اللي كيجيبو رائع بزاف. يعني كإضافة لهذا الفلون كيجي واعر كي كنقولو، والنتيجة كتبان لكم هي قدامكم، كيجي يعني جميل جدا وسهل في التحضير، اي واحد ممكن يصايبو. ها هو النتيجه كتبان لكم، كيجي رائع. بقاو معايا ان شاء الله حتى الاخير نشوفوا المقادير وطريقه ديال التحضير. عندنا في المقادير عندنا الحليب اللي غناخدو منه واحد 600 مليلتر، وعندي واحد الكاس السكر اللي غنصاوب به الكراميل، وعندي واحد بواطه ديال الجبن، يعني ديروا جبن اللي كيعجبكم اللي عندكم. هنا عندي 6 البيضات بدرجه حراره المطبخ، وعندي واحد البواطه ديال الحليب مركز محلى نيسلي، وعندي الفاني بودر، ممكن ديروا الفانيلا السائله، ممكن ديروا ساشيت الفاني اللي عندكم توفر كتخدموا به. غنمشيو اول حاجه ان شاء الله غنمشيو نصايبو الكراميل هو الاول. غناخذ واحد الكاسرونه تكون شويه كبيره، وغنديروا فيها ديك الكاس ديال السكر ديال سنيده، وغنشعلوا البوطه على عافيه مهيله، وغنخليوه حتى يبدا يتكراميليز علينا. نتسناو عليه حتى كيتسخن لينا الكاسرونه ديالنا ويبدا السكر ديالنا كيدوب، ما كنحركوش في الاول حتى كيدوب لينا، يبدا يدوب السكر باش ما كيتحجرش لينا. غنوريكم العافيه كتكون غير مهيله، ما كنديروش العافيه مجهده باش ما يتحرقش لينا الكراميل ديالنا وتجينا فيها نسمه المروره. هنا راه كتلاحظوا العافيه مهيله صافي، وغنخليه حتى كيبدا كيبان ليا هو لا لاحظتوا كيبدا كيدوب، كيبدا كيعطي ديك الحموريه من جناب. غنبدا نحركو، غنجيب واحد المعلقه وغادي نحركو، كنخافوش منو، كنبقاو كنحركو حتى كيدوب لينا تماما ديك السكر. وحنا كنوجدو هاد العمليه ديال الكراميل دائما ملي كنبغيو نطيبو الفلون، كنوجدوه هو الاول كيكون لينا واجد باش كنديروه في الطاوه باش كيرجع يقصح، عاد كنخويو عليه الفلون ديالنا. نتوما معايا تتشوفوا النتيجه ان شاء الله كتجي رائعه، تستحق التجربه كي كنقول لكم دائما. هنا راه الكراميل ديالنا علين يوجد، كنحاول نحركو مره والعافيه مهيله كي كنأكد عليها دائما باش ما يتحرقش لينا. حنا كنعرفو السكر يعني في ساعه كيتحرق الا كانت العافيه مجهده من تحت منه. صافي ملي كيبدا يبان لينا راه الكراميل ولا سائل وما بقاوش فيه حبيبات ديال السنيده، كنعرفوه راه واجد. غنجيب المول اللي غادي نطيب فيها انا ديك الفلون ديالي، ها هو غنوريه لكم، وغنخوي فيه ديك الكراميل وغنوزعو في القاع ديالو كامل. وحنا كنعرفو هاد الكراميل كيطيب في حمام مريم، يعني كندير ضروري ديك الطاوة اللي عندي خصني ندبر ليها على طاوة اللي تكون صغر منها شوية، كبر منها شوية عفوا، باش كنديرها وسط منها باش كطيب في وسط حمام مريم. عندي انا الطاوات وحده كبر من وحده، يعني غير وحده غندير فيها الفلون، واللي تحت منها غندير فيها المطايب. هانتوما تبقاو معايا ان شاء الله تتشوفوا الطريقه. دابا هذا غنحطو جانبا ونخليه حتى يبرد تماما باش كيرجع يقصح لنا ديك الكراميل. هنا غنمشيو دابا ناخذو نصايبو الفلون ديالنا. عندنا هاد قلت لكم باش نعرفو ديك القياس ديال 600 مليلتر ديال الحليب، عندي في الكاس المولينيكس يكونوا عندنا فيه الارقام، يعني بحال دابا انا عندي هنا 500 وعندي كتبقى غادي وكتطلعي بدرجه 500 600 وانت طالعه حتى كتوصلي راه كيهز اترونس ديال الحليب او عصير او ما اي حاجه درتو فيه. اول حاجه غنعبر ديك الحليب ديالي، غناخذ ديك 600 مليلتر هي الاولى، غنديرها في الكاس. كلشي هادشي غنطربو في الكاس ديال المولينيكس باش كيجينا ما كيبقاو لينا فيه لا كتل لا حبيبات لا حتى حاجه، وكتجي خدمه سهله ما فيهاش يعني شي مجهود الا المكونات يكونوا عندك مضبوطين. صافي كندير الحليب، غنزيد ديك البيض ديك 6 البيضات غنكسرهم
كاملين نديرهم فوق الحليب. كي قلت لكم غنخلطوا المكونات كاملين، كنديروا الحليب، كنزيدوا البيض، 6 البيضات، غنزيدوا ديك الجبن، ديك طاسه الجبن كامله. وهذا الجبن هذا اللي سميتو فطوري، راه زوين بزاف، ما كيكونش ميه، كيكون ناشف كما كتلاحظوا، كيكون اكريمي، كيجينا مازال غنصايب لكم به ان شاء الله تشيز كيك، كيجي فيها زوين. هاد الماركه زوينه بزاف حتى هيايا، جربوها. وغادي ندير ديك البواطه د النيسلي حتى هيايا، لان هنا ما غنديروش السكر، هذاك نيسلي هو اللي غيحلي لينا هاد الكراميل، وصدقوني ما كيجيش حلو. واخا فيه بواطه ديال النيسلي ما كيجيش حلو، كيجي هو هذاك في المذاق ديالو. صافي غنجيب معلقه وغنخوي ديك الحكيه كامل، يعني غنخصني نستغل ديك نيسلي كامل، وغندير واحد المعلقه ديال بودره الفاني. عندي انا هاد البودر حتى هو كيكون يعني الرائحه ديالها كتجي زوينه بزاف، هاد الفاني هذا بودر. صافي وغنسد على المولينكس ديالي، وغادي نطرب مزيان هاد المكونات كامله مع بعضياتها حتى تنسجم ليا كامله، وما يبقاو ليا لا كتل تاع ديال ديك الجبن اللي درنا لا حتى حاجه، كيولي عندنا واحد الكريمه ليس. ورغم ذلك غنجيبو الصفاي وغنصفيوها باش تفاديا باش ما يكونش عندنا فيها شي كتل كما كنقولوا. نطربها مزيان، راه في ساعه كطرب، ما كتاخذش شي وقت او شي مجهود. صافي هنا غنجيب غنفتح معكم تشوفوه، ربي من انه ولا كريم واحد. غنجيب ديك المول اللي درت فيه الكراميل ديالي، وغنجيب واحد الصفاي وغادي نعمر عليه. وكنت تقريبا كنعمرو ديك المول كامل، لان ما كتنفخ ما والو، كيبقى في الحجم ديالو هاد الكريمه هادي، هاد الفلون. غنعمر عليه حتى للحواف كما كتلاحظوا. وهنا راه بقات ليا، باقي ليا الكريمه، غادي نديرها في واحد جوج تاع ليمون الفرديين، لان هاد الكريم كراميل ممكن نديرو حتى في ديمون الفرديين كيجي زوين. انتم غادي نتقاسموا معكم حتى هو. هنا راه عندي غندير الماء طايب، ها هو في ديك الطاوله اللي لتحت، يعني بحال غنطيبوه في حمام مريم. صافي وغندخلو للفران اللي مسخن عندي، الفران كنشعلو غير لتحت على 150 درجة، وكندخل هاد الفلون ديالي طيب. راه كنخليه يعني على حسب كل واحد الفران ديالو، انا هز ليا تقريبا ساعة و20 دقيقة باش طاب ليا هاد الفلون على عافية مهيلة، قلت لكم على 150 درجة، وشعللو غير لتحت حتى كيبان ليا ملي كندخل الموس كنخرجو كنلقى الفلون ديالي ناشف، كنعرفو راه طاب. هنا غنجيب هاد واحد جوج تاع ليمول فرديين ديال بورسولين، هادو حتى هما غندير فيهم شويه ديال الكراميل من التحت، وغنتسنى عليه حتى يقصح ديك الكراميل، لان الا خويت عليه دابا هكا وهو كراميل باقي ما قاصحش، غيطلع ليا ديك الكراميل الفوق، غيتخلط مع الفلو. انا خصني يبقى ليا التحت ملي يكون كيطيب، يعني هو قاصح غنخوي عليه، تيقصح عاد غنخوي عليه الفلو، يعني الخليط ديال الفلو. كنتمنى تكونوا فهمتوني، ودائما كنصفي باش ما يكونوش عندي شي كوتال ولا شي حاجه، ويجيني الفلون ديالي ليس، ما يجينيش فيه بعض الحبيبات ديال الجبن. او صافي حتى هما غندخلهم يطيبوا في الفران مع نفس الفلون اللي دخلت الاول، يطيبوا ونتلاقاو ونشوفوا النتيجه النهائيه. هنا صافي دازت ساعة و20 دقيقة كي قلت لكم. صافي هنا ملي كندخل الموس كنلقاه ناشف بحال كنقلبوا الكيكه. غادي ناخذ الموس وغادي ندور الجوانب ديالو كاملين، بحال كنفرق الفلون على ديك على المول غير بشويه، وانا غاده بالشكل اللي كتوضح لكم الصوره. صافي وغنجيب واحد الطبسيل غنقلبوا فيه،
وانا قلبته هو باقي سخون، ما خليتوش تبرد. انتوما ممكن تخليوه حتى يبرد عاد تقلبوه، ماشي مشكل. صافي هنا انا قلبته والنتيجة يا سلام، يبان لكم باقي فيه الدخان كيخرج، راه باقي سخون، غنتسنى عليه شوية يبرد ان شاء الله، وعاد غنقدموه مع بعضياتنا. انا غنزوقو بواحد شوية، عندي شوية الفريز كونجلي، غندير فوق منه حبيبات ديال الفريز كديكور. التزيين كيبقى لكم اختياري، كل واحد يزين بشنو عجبو، ممكن تخليوه غير هكاك تيجي رائع، ممكن ديروا فوق منه خطوط ديال الشوكولا، تخليوه حتى يبرد بالحق عاد ديروا خطوط الشوكولا اللي بغيتو، كل واحد يزين بالطريقه اللي عجباتو. انا عندي هاد الفريز مكونجلي استعملته، حتى هو كيجي زوين، وغنحاول نسقيه من ديك من ديك الكراميل اللي دايب تمايا، كيعطي حتى اللمعه ديك الفريز. قلت لكم غنسقيه بعد السيرو اللي ديال الكراميل، كيعطي حتى اللمعه لديك الفريز. وغادي نزينهم في الاخير بواحد القطعه ديال النوكا، نوكا ديال الكاوكاو، حتى هي كشكل وصافي، كتزيين كي كنقولوا، حتى العين كتاكل. كنتمنى يعجبكم هادشي اللي كنتقاسم معكم، وجربوه راه فلون رائع وسهل التحضير كما قلت لكم. هنا ها هي تبارك الله كملات الفلون ديالي، الطورطه ديال الفلون ديالي كي كنقولوا. هذا فلون عائلي وهذا فلون فردي، حتى هو غادي نجيب الموس غندور بالجناب وغادي نفرغه في واحد الطبسيل. هادو كيجيو بشكل فردي، حتى هما كيجيو زوينين. حتى هما غندير فوق منها واحد الفريزه من الفوق كتزيين. كنقرب ليكم باش تشوفوا، وبالصحه والراحه كي كنقول دائما. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، ويكون هادشي اللي كنتقاسم معكم كيعجبكم، وتجربوه ما تعكزوش، راه كيجي فعلا كاين شي حويجات. وحنا كنعرفوا هاد الكريم كراميل الا مشينا دوموندينه في شي محل، في شي قهوه او في شي بلاصه، كيكون الثمن ديالو غالي، وحنا ممكن نصايبوه لراسنا لوليداتنا، نفرحوا وليداتنا. وبالصحه والراحه مره اخرى كي كنقول دائما، الى فيديو قادم ان شاء الله.